نسوي مكياجنا حق جلسة تصوير وايد مهمة اليوم، راح تعرفون التفاصيل بعد شوي. سناء قاعد تسوي لي ترقى الوضع شوية. مرحبا سناء. مرحبا. هاي جميلة ومكياجها جميل حبيبتي. حطينا مهفات صح؟ اللي هو حاطين مهفات ترقيع يا حبيبي ترقيع. واحد اثنين حبة حبة رموش. ايه هذا الايلاينر اللي احبه يعطيك جوينح. هي لما تبترسم حواجبها ولا شيء اسوي مره دخل بس لون كذا. هذه شغله حق المناسبات تقدرون تسوونها. It's a good trick. ممكن يركبوا لكم رموش شعره شعره باول حاجب عشان تبين كأنها شعر حاجب. اذا تبون تعطي منظر وايد حلو. يعني هني مثلا قاعدين نسويها بس هني شوفوا شلون وايد شغلها طبيعي وحلو. سناء شنو الإضاءة؟ الإضاءة احنا عندش دي وايد حلو. الميك اب يكون شايني وايد حلوة. كل عدتنا احنا عندش دي اليوم براند كويتي 100%. ايش رايكم؟ شوفوا ترى مو نافخة. ميك اب سوينا برطمان برطة. هذا It's ready. The bride still just arrived now. Okay. أروح عابل بعمري الحين. هلا 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 هلا. هلا 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 Hello. Saad. Hello. Do you what are you wearing? Tom Ford and a gendarme top. هني 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 وعافية. No heels. طبعا رايحين نصور في منطقة بنيدر الجميلة. الأجواء رائعة جدا. الرطوبة طبعا خيال. إن شاء الله الشعر ما يقب والعضلاطيب ما تقب. هنوريكم المكان ده. داعية شيء. نعم هذه الكويت مو قرية التوت. مو قرية التوت. نانسي مشتطة. جينا طبعا ساح نصه واحنا نصور برا خلص لها الميك اب طبعا. شنو اقول؟ لحظه. لا سناء ايش فيش ضحكتي؟ عسل 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 لان محتره محتر. ساح والله ساح صح؟ صح؟ اي اوكي ساح طبعا. المكياج يحبل. حطت لي الميك اب سناء من حنان دشتي. نزلنا تحت صورنا بالرطوبه. رمشي هذا وصل هنا. نزور ويا هذه. شي سو كيوت. She's so pretty. ايش قاعد تسوي؟ قاعد اشيل التاج عن الايرينج. هيا نسيح المكياج.
هيا لنسيح المكان. لا الجو جميل جدا. رايكم بالمكان ذو؟ المكان يا جماعة نار وشرار. أنا الحين بروح أركض أطب حمام سباحة. نعم إنها بنيدر. نعم إيش رأيكم؟ والله العظيم إحنا من بيفرلي هيلز بس لا يعطونا جوهم. إيش رأيكم؟ This is beautiful. إن شاء الله يصورون اندور لأن الجو برا فاستقي. ساعد ضبطني ببطاط وبيديان. هذا عصير شنو؟ طماط؟ لا فراولة. شنو هذه الحمرة؟ حمرة حنان دشتي ليب جلوس. شنو هذا؟ ما أدري. لا أنا مبدأ عروس عروس أنا عروس عروس عروس. هذا يمكن my favorite look so far. شذي وايد Gatsby. هلو هلو أمام. شو الريحة المخنزة هذي؟ شو مسويت؟ انزين؟ وليش في دمعة هنا؟ ليش؟ ها؟ أدري أدري والله أدري. وبعدين شو سويته؟ وصلنا إلى المنزل بعد يوم طويل وشاق. مكياج سناء من حنان دشتي نار. مخنزة اللي تقول أنت رحت لبنان عشان تنفخين وتنحتين وترجعين. النحت يبي له أسبوعين على الأقل عشان أقوم من الفراش. إن شاء الله. الشغلة الثانية ما تقدرين تسوين فيلر أو بوتوكس أو نفخ في الجسم إذا كنتي ترضعين، لأن ما ينفع تدخلين مواد ضارة في الجسم. المفروض إذا رحتي حق طبيب عنده ضمير وعنده إنسانية يقولك لا، إذا جيتي تبتنفخين أو تسوين بوتوكس أو فيلرز وانتي ترضعين لأنه ممكن يدخل في الحليب ويضر البيبي. المخنزة أنتي وياها، أنا رحت علشان عندي بشرة. والله جد أنا رحت لأن كنت قاعدة أضع الخطوط الأساسية لمشروع عودتي لمجال أنا وايد أحبه. وما شاء الله العروض وايد، لكن الواحد لازم يكون في تأني عشان ما أستعيل وأختار شيء أندم عليه بعدين. ما علينا. يوم صورنا فوتوشوت وايد مهم حق غلاف مجلة ليالينا اللي أنا شخصياً أعتبرها من أهم المجلات في الخليج وبالكويت تحديداً. وكلمة شكر لابد إنها تقال في حق كل اللي ساهموا بنجاح الفوتوشوت اليوم. أولهم نانسي جمال الدين. شكر كبير من أعماق قلبي يروح للراقي صاحب الذوق الراقي مساعد المطيري، والنعم فيك إنسان قمة بالرقي. مساعد نسق الأزياء، وبالنسبة للميكاب والشعر اهتمت فيه اليوم حنان دشتي حبيبتي وصديقتي، الإنسانة اللي ما غيرتها لا شهرة ولا فلوس ولا فولورز بإنستغرام. ما ضرب مخها مثل ما ضرب مخ وايد ناس. إيش رأيكم بالحواجب اللي مو حواجب؟ ها مشت صح؟ تركيب يا حبيبي. مهم الوعد في أفكاري إن شاء الله باكر الساعة 6 مساء راح أكون موجودة في معرض أفكاري، حطيت لكم في إنستغرام طريقة الوصول. إن شاء الله إن شاء الله أشوفكم على خير. واللي سأل غلاف ليالينا إن شاء الله راح ينزل الشهر الجاي أول 9، راح يكون فاشن إشيو كل شيء عن الفاشن. فحياكم الله كلكم إلا المروحة هذه اللي تقول تجميل. إيش تبي؟ إيش تبي؟ قاعد ببيتكم، قاعد ببيتكم سوي فلر. المهم ترى بنتجمع وبنتقهوة وفي قهوة وفي حلو وفي سوالف. حياكم الله نتربع كذي ما من غريب ريايل. ما في الريال الوحيد اللي ممكن يكون موجود. كبة ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ ها بسم الله عليه صاير شيطان. فاللي يقولوا لي يبي معرض افكاري ما ادري اذا تشيلينه عني طول المعرض ما عندي مشكله. طلع روحي بالسفر.
مع السالفة لما رحنا مصر واحدة من خوات عزمتنا على ملوخية حلو، فوكلت قوبي ملوخية وايد وايد. شنو هذا بحل الملوخية؟ هذه معلومة ما كنت أعرفها، إن تمشي البطن زين. وليلتها رحنا مول العرب وتمشينا، وقوبي حاطتها بالعربانة والولد مزاجها رايق زين، يضحك ويكركر على غير العادة منبسط. لموا علينا معجبات يحليلهم من ليبيا، قالت لي عادي أشيل قوبي، عادي شيلي قوبي. هي شالت قوبي ولا البخور يهل من كل حدب وصوب، روايح روايح روايح. الولد مسكين بطنه ماشي، من كثر ما بطنه ماشي حاس انه خفيف مستعد. ولدها عنده مشاكل هضم وكلي ملخية، واحدة بوحدة جري تقضي تقضي. احب اوجه رسالة اعتذار للشعب المصري ولكل العرب واللي كانوا متواجدين في مول العرب ذاك اليوم. مسحوها بوي ملخية. قام الحبي عقبها. بس يا جماعة الحين بروح، لأن باكر يوم طويل، ونشوفكم إن شاء الله على خير. سارة العنزي، أبوي أنتي، أبوي يعني وين هيك الحزة؟ يصير أي باكر مبكر تكفين.